ايه نتيجة اخر ماتشين بين الاهلي والزمالك كرة يد؟ كرة يد النتيجة ولا يعني مثلا اقول سكور خلص كام؟ ولا سكور رقم؟ رقم رقم. ماتش كاس كؤوس خلص 33-31 غلط. 32-30 لا اخر اللي هو السوبر 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 الافريقي كام بقى؟ 32-30 32-31 لو جربت التانية صح هنعتبر الإجابة صح. 32؟ اه ما تحسبش ده يا جماعة. لا اتحسبت. ماشي لو جربت بقى بتاع كاس الكؤوس صح هن كاس الكؤوس اللي الزمالك كسبه. كاس الكؤوس 28-27؟ يعني غلط. 29-28 في ايه؟ مفيش فرق يا جماعة. 29-28 29-28 اه بس اسحب هو يعني حاجة منهم يعني. طب نسحب عشوائي كده. ماشي يا رب ربنا يستر. ايه موقف طريف محدش يعرفه غيرك. كنا في نادي سبورتنج تقريبا حاجه زي كده حصلت وواقفين بره بعد الماتش ففي ناس بتيجي تتصور معاك ومش عارف ايه فوقفنا نتصور فلقيت راجل كبير جايب ابنه وقال له تعالى نتصور فممكن تتصور يا كابتن فقلت له تعالى اتفضل قال له انت عارف مين ده؟ ده حميد ده. قلت له لا حضرتك حميد هناك. هو هناك هو نفس الدقه اللي بس شويه فانت ممكن يكون اتلخبطت في حاجه زي كده. احنا عارفين هو لاعب في الاهلي. لعب سنة كام في الاهلي؟ لعب سنة كام؟ لا ما كنتش انا في الاهلي دي. ما كنتش في الاهلي بس يعني اكيد دي كده 17 تقريبا كده صح 17 صح الحمد لله. مصر كسبت تونس كم مرة في نهائي افريقيا؟ 5 صح. ايه ده؟ لا عندي معلومات خلي بالك يعني قصه السكور بتاع الاهلي والزمالك على فكره الماتشات بتفرج عليها على طول انا عندي على اللابتوب بقعد اتفرج على الحاجات دي اشوف اخطائي واقعد اعالج. ايوه ما انا عشان بس كده السكور مش بركز يعني انا عارف كسبنا واحد خسرنا واحد كده انما الرقم نفسه يعني ايوه. كم سن عند الانسان؟ يعني ممكن يعني ممكن نخبط رقم 28 يعني فوق شويه فوق. ها هديك فرصه ثانيه. لا ده هو ده فوق قوي مش لا مش قوي شويه شويه بس اه سنة؟ لا موضوع توقع كده كده يا طب التوقع 33 32 تمشي 32 هنحسب بالك صح تمشي 32 ماشي. ايه اخف معدن؟ اخف معدن؟ لا مش عارف صريح مش الليثيوم اسحب كارت ماشي نقعد موضوع احنا لازم نجيب لك اسئله صعبه برضه عشان تسحب كارت. يعمل تيك توك ماما انا جبت حلويات. ايه اكبر جزيره في العالم؟ لا كده هنسحب كروت تاني شكلها. لا احنا قصدين يعني بس يعني انا عايز الموضوع اتوقع مثلا ايه اكبر جزيره في العالم؟ لا هو مره واحده كده تلاقي الدنيا وقفت مفيش عادي هي جزيره جرينلاند. انت بتبقى عاوز تسحب كارت يعني انت عاوز تسحب كارت قول لي كده يعني الموضوع مثلا ممكن نسحب كارت. لا لك ايه؟ قال لي ده احتفال دي ليه انت عارف الاحتفال اصلا هنقلب بقت الاثنين ولا واحده؟ واحده عادي واحدة. عايز تعمل الاثنين تمام شكلك عملته قبل كده ما لا يا يعني اكيد اكيد اول ما عملوا جربنا يعني نعمل حاجه زي كده يلا يعني يا رب يكون ظبط مش عارف ظبط ولا ما ظبطش يعني شويه شويه ها اوجه اجيبه الشمال تقريبا. طب جرب كده تاني يعني اقرب نعمله بالاثنين بقى نعمله بالاثنين هنقول لك ثلاث معلومات واحده منهم صح واثنين غلط انت هتقول لنا ايه هي الصح. ماشي ماشي. اول حاجه قلب الانسان وزنه كيلو. قلب الانسان مش في الشمال لا هو في النص. قلب الانسان بيتوقف عن ضغط الدم 5 دقائق كل 3 ساعات. ايه بقى تفتكر ايه المعلومه الصح؟ هو قلب الانسان. هو ده المعلومه الصح. بيتوقف عن ضغط الدم كام؟ 5 دقائق كل 3 ساعات. ممكن دي. غلط. هو قلب الانسان في النص. اكيد غلط. يعني انا قلت في النص بس سنه شمال يعني لا لا هو في النص. بالظبط. الاستيكر. مفيش كروت تاني. ايه بقى الاستيكر المفضل ليك؟ حاجات مثلا زي من افلام من ستيكرز افلام مثلا افلام بس حاجات افهات يعني ترويش زي ايه بقى؟ الليمبي مثلا بتاعت الليمبي و لما كان في حفله في البيت والجو ده. بعض الحيوانات بتنتحر. الكلاب بتشوف لونين بس اللي هو الابيض والاسود. الثور بيهيج قوي لما يشوف اللون الاحمر بكل درجاته.
لا هنختار بسرعه بقى. أوه. شوف الموضوع اسرع من كده. توقع يعني انت انت يعني بعض الحيوانات حقيقة. بعض الحيوانات بتنتحر. صح. سطح كوكب الارض وزها متماثلين. الفضاء ليه ريحه مميزه يعني لما الفضاء ريحه مش موجوده. طب في طب انا هختار الفضاء ليه ريحه مميزه. صح. ايوه اتوقع بقى يعني عشان الاثنين التانيين بعاد. مساله ماشي ماشي. عدد لو ضربناه في اربعه احسب بقى كده وجمعنا عليه اربعه. لا ده كالكوليتر بقى ده. لا من غير كالكوليتر. ما هي انا بقول لك عدد معين. اه ضربناه في اربعه وجمعنا عليه اربعه وقسمناه على اربعه وطرحنا منه اربعه يطلع يكون الناتج كام؟ اربعه. طب وانا لسه ما حسبتهاش دي يعني عادي اقول او اربعه مثلا. مش اربعه. لا استنى اجيب مش اربعه يعني استنى استنى مثلا. الاجابه سبعه. انا يعني كنت قلت 8 بس هي يعني تبقى ايه نشيل منها 4 تبقى 4 ف 7. مش حاجه بنشتريها وبنستخدمها بس لما بنيجي نستخدمها ما بنشوفهاش. بنزين. التابوت. اخر سؤال بقى. انت قفلتها خالص. تمشي كفن برضو عادي يعني هي كفن اصلا يعني اجابتها كفن يعني. ده صعبه دي. طيب كلمه لو قلناها معناها باص. ايه ده؟ لا مش عارف. يعفى؟ الصمت. انا كنت ساكت انا كنت ساكت والله. انت كنت بتقولها بتعبر عنها. بقولها من جوايا. عبرت عليها بس ما قلتهاش.